لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ينهي عهدته لا عهده، ويضع نقطة نهاية لمسار تاريخي لمجاهد ورجل الدولة. عبد العزيز بوتفليقة المجاهد الرئيس الرمز، إنجازات ومحطات ميزت مساره الكبير، الرجل الذي يعتبر من رجالات السلام صال وجال في الجزائر والعالم، بحثا عن إعادة الأمن والسلام وتشييد البلاد بعد أن دمرتها العشرية السوداء. رجل سيبقى على الدوام زعيما من الزعماء. نتابع. ما حقيقة وفاة الإعلامية أمينة نزير؟ انتشرت الكثير من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة حول وفاة الإعلامية أمينة نزير، إذ أن هناك الكثير من الأخبار والشائعات التي تنتشر عن الشخصيات المشهورة والمعروفة في الوسط الفني والاجتماعي. وهذه الإعلامية هي إحدى أشهر الإعلاميات في هذا المجال، وفي هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة وفاة أمينة نزير وأين اختفت هذه السنين. أمينة نزير هي واحدة من أبرز وأشهر الشخصيات المعروفة في الوسط الفني الإعلامي على مستوى الوطن العربي، وهي جزائرية الجنسية والأصل. شاركت في تقديم الكثير من البرامج التلفزيونية المعروفة، وهي من مواليد العام 1982 ميلادي. ولدت في مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، معروفة بأسلوبها المميز والرائع في تقديم البرامج، وتحظى بشهرة كبيرة وواسعة على مستوى الوطن العربي. ومن أشهر البرامج التي تقدمها هي نشرة الأخبار التي تقدمها في التلفزيون الجزائري، بالإضافة إلى أنها تولت العديد من المناصب المختلفة على مستوى الإعلام في الجزائر، وحققت النجاح الكبير في هذه المناصب التي تولتها في الفترة الماضية. وهي شخصية معروفة في مجال الإعلام، وهي جزائرية الأصل، وهي مقدمة برامج على القنوات الجزائرية الفضائية، بالإضافة إلى أنها قامت بتقديم برامج حوارية على قناة العربية. وتداول مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة أن الإعلامية الجزائرية أمنية نزير أضربت عن الطعام لمدة 37 يوم، وكان ذلك بسبب إيقافها عن العمل، ولكن المصادر الطبية أكدت أن سبب وفاتها هو إصابتها بفيروس كورونا. ولكن يا جماعة، أمينة نزير حية؟ يعني الكلام ده كله شائعات. اشتهرت أمينة نزير في الوسط الإعلامي بشكل كبير، وأصبح هناك الملايين من الناس يتابعونها بسبب نجاحها في تقديم العديد من البرامج. وهنا من خلال هذه الفقرة سنتعرف على ما يخص الإعلامية أمينة نزير. الاسم أمينة نزير، تاريخ الميلاد 1992 ميلاديا، مكان الميلاد الجزائر، العمر 30 عاما، الجنسية الجزائرية، الديانة الإسلامية، العمل إعلامية، الحالة الاجتماعية متزوجة، اسم الزوج غير معروف،
وتداول مواقع التواصل الاجتماعي خبر إيقاف الإعلامية أمينة نزير عن العمل، وبدأ العديد ينشر خبر استقالتها، وقيل أنها توقفت عن العمل لفترة تصل إلى 37 يوم. ولكن صرحت الإعلامية أن ما يتم تداوله هو مجرد إشاعات، وأنها لم تقم بتقديم استقالتها، حيث قالت للجمهور أن ينتظرها في ميعاد النشرة، وأن خبر وفاة الإعلامية أمينة نزير خبر صادم لجمهورها. وبدأ العديد من الأشخاص يبحثون عن سبب وفاتها، هل الخبر صحيح أم مجرد إشاعة؟ وقد أكدت مصادر طبية وصحية وأسرية أن الإعلامية أمينة نزير ما زالت على قيد الحياة، ولا داعي لنشر الأخبار الكاذبة. انتظروني الليلة في نشرة الثامنة، ولن أغادر التلفزيون الجزائري لأنه بيتي. هذا ما قالته أمينة نزير في أول تصريح خاص وحصري خاضت به. نفت مقدمة نشرة أخبار الثامنة كل الإشاعات والأخبار التي أكدت مغادرتها التلفزيون الجزائري، والتي كانت قد انتشرت على نطاق واسع، مستغلة غيابها عن النشرة لمدة قاربت 37 يوما. وأكدت أمينة خلال حديثها إلينا أنها لا تملك حسابا شخصيا على موقع الفيسبوك، مطالبة عدم التعامل مع تلك الحسابات الوهمية. وأكدت الصحفية أمينة نزير أنها ستعود احتبارا من مساء إلى تقديم نشرة أخبار الثامنة، مفندة بذلك كل ما لاقت وفبركته بعض الألسنة بعض الأقلام بخصوص ما تم تداوله على عدد من صفحات الفيسبوك التي قالت المتحدثة بشأنها: ليكن في علم الجميع أنني لا أملك حسابا خاصا على فيسبوك، وكل الصفحات التي تحمل اسمي سقوا أنها لا علاقة لي بها، فهي مجرد حسابات وهمية، أرجو عدم التعامل أو التعاطي معها. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.